هاي يا أصدقائي كانت مجرد تشويقة جدا بسيطة لهذا الفلوج، وما أوصيكم خلينا نشوف هذه التفحيطة كم لايك تستاهل راح أشوفها بالفلوج. حبيت أقولكم إنه أنا هسه حاليا بالحجر الصحي يوميا دا أبث على الفيسبوك عمر زكي جيمنج، رابط البيج أسفل الفيديو. يوميا دا ألعب ويا أخوان عمر زكي، مئات الأشخاص دا أسعدهم كلها رومات دا نسويهم الببجي، كلهم 100 شخص يلعب وياي. فأثناء الحجر الصحي ما عدنا شيء فنلعب ببجي كله ويا أخوان عمر زكي. رابط البيج أسفل الفيديو، وصلنا فوق 70,000 شخص عليه الحمد لله، وجزء حتى حاليا دا أبث. المهم مشاهدة أم الممتعة. طبعا بهيوستن عندي الكثير من الاصدقاء اليوتيوبر ومن مختلف الدول، واليوم راح نقابل احد اليوتيوبرز اللي اعرفهم اللي عايشين بهيوستن. شوفوا هناك اطول عماره بهيوستن مغطايه بالغيوم، منظر مال افلام. فهاي الاجواء دائما بهيوستن هيك. فهذا الشخص اليوتيوبر الزين العايش هنا هو احمد الخفاجي، احد اليوتيوبرز المتخصصين بالسيارات تصليحها وبيعها والسوالف. حبيبي اموري اليوم طبعا مشرفنا اموري هنا بهيوستن ومنوره هيوستن بوجودك. حاشيدك على المزقوف الزين حبيبي، عازم على المزقوف فد مطعم عراقي فتشي. هسه الشاي الزين، هسه اخ احمد راح يشرح لي على برنامج السيارات، لان هاي الشغله ان شاء الله انا راح ادخل بمجالها، فراح ناخذ خبره منه وناخذ خبره منك. وهاي الشاي الثاني بضيافه اخونا عقيل الازرقي، صح؟ هاي البلايت تقريبا مال كل الولايات، الباقي اللي فد 4 أو 5 بس والله حلو مجمعهم كلهم هنا. شوفوا هاي، شوف بس حط الضوء عليها شوف ايش يصير، بس يصير عليها الضوء تطلع لون كلش حلو. والله حلوه الموزاراتي نايس. ويوسف الخفاجي وكملت عائله الخفاجي. لا وين بقى مقربع مجوي دا يحكوا لي على شغله كسر الجامات بهيوستن كلش زايده عن حدها. احنا دلس شبه ماكو الحمد لله، هنا انا كلش ديروا بالكم بهيوستن دا يكسرون جامات بشكل مو طبيعي، يبقون شغلات يعني يكسرون الجامه حتى اذا كانت سياره فارغه ياخذون اي شيء داخل السياره. اي المهم يكسرون الجامه ويشوفون شنو داخل السياره. ميامي صارت لي بفلوريدا ثاني يوم ما ادري قد، وهم اهل ميامي واهل كاليفورنيا قاموا يجون هنا كل شوي بيها مصير بيها جريمه، ما عاد الجريمه دا يصعد يعني حتى اللابتوب راح نتركه بالسياره لان نخاف صدق يكسرون لنا الشباك. يوسف منوره منوره شويه من جهه من الشغل. الله احنا مدمن شيشه ما يقدر بدونها، انا مدمن شاي لذلك حتى قوريين جابوا لي واحد بالنعناع واحد بدون نعناع. يوسف الزين شنو الحلاوه عم محمد فلود هم نورنا. هذا احلى شيء التعاون والمحبه والاخوه، واحد يساعد الله سواء بامريكا سواء بدولنا كلنا سوية كلنا واحد يساعد الله. حتى محمد هم خطيه كسري له شباك. لا تترك اي شيء داخل السياره واضح، ولذلك لابتوب كل شيء جبناه هنا. كسرون الجامد نشوفك على خير، تسوي لنا رحله انتظر باذن الله. Wait for it guys, wait for it. هيوستن هي مدينه كلش حلوه، حياه حلوه هناك، شغل متوفر. عندنا سلبيات مثل سرقة البايسكلات، تخلي بايسكل بمكان يعني الوول مارت او مكان عام ورا نص ساعة مشوف ولا او ممكن التاير تشوفه. هاي اذا اجتمع اليوتيوبرز هيك يصير. احلى شيء اجى طبعا محمود معرفتكم عليه، خلصان البطاريه مالته كان راس انا طلع له تفضل. شلون بالببجي لما واحد يحتاج طاقه شيء. اوه الهوت شوكت والله شكلها حلو. هاي الكراميل ماكياتو، ناشونال جيوغرافيك تصوير لك. يا ابوي هذا شو يسموه هذا؟ كريب فواكه هذا. هاي النافوره الزينه مالتنا، بس نافوره واقفه طبعا. فاحلى شيء لما يكون عندك اخوان بكل منطقه بكل مدينه ويحطوك بعيونك وكلنا سويه واحد يساعد الثاني ونشارك القصص والخبرات. طبعا المفروض يكون ويانا اليوم مصطفى الساقي، اعتذر صديقنا مصطفى الساقي، بس ان شاء الله الفيديو القادم يكون ويانا. ابو المحل حيسوي لنا دريفت خاص طبعا. بسم الله محمود دوس لها شويه. هاي صوتها. اذا اقول لكم على اسعار هاي السيارات تتخبلون، اسعار رهيبه. ويو ويو نايس عيدها. عوض اللابتوب ماتي استنى شويه اللابتوب. تلعب ابويا اللابتوب والله نايس. اللابتوب هنا والله الا الا شخطه. ويا هلا بالميموريال الزينه. صحيح انت شفتوا انا اجيت لهيوستن ومحبه الناس ايش قد حلوه. للمره الماضيه ايش قد اقول لكم، انا بكل ولايه بكل منطقه لازم اكو ناس يتابعوني، ناس يحبوني كالعاده، ما يخلوني ادفع كالعاده، بس يريدوني ابات عندهم كالعاده، يعطوني عيونهم سياراتهم بيوتهم كل شيء اريده يعطوني اياه. فمحبه الناس هاي رزق من الله، هاي فتشي
يعني هاي بعدها تسوى الدنيا وما بيها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة الناس، فالله يا رب يحفظ لنا محبة الناس هذه يا رب، وإن شاء الله مستمرين ونحو الأفضل ونظل للأفضل. بس طبعا سيارة والدتي سنتافيا ليميتد، يعني أنه ليميتد بها أوبشنات ليميتد قليل من هاكم. وهاي لما أقول لكم بتكساس يموتون على هيجي سيارات، فكل شيء يهتمون بهيجي سيارات يعشقوها. يا أبويا هاي يصعد بها جبال مو طبيعية. خدمات الطباعة بأمريكا فتشي كلش سهل، على الكمبيوتر هنا تدفع تخدم نفسك بنفسك، وياك الأوراق كلها جاهزة، كل شيء بأمريكا سهل. أتمنى بالدول العربية كل شيء يصير سهل، لما تدور على شيء تلقاه بثواني، يعني كل شيء تريده تقدر تجيبه. شوف الأجهزة المتطورة اللي عندهم، يعني أنت تدفع لنفسك. دولنا العربية إحنا كل شيء صعب يلا نقدر نسوي، نانا كله بسهولة بدقائق خلصت شيء كلش مهم، بغير دولة يجوز ما أقدر أسويه حتى. شوف سيارات الحماية مات، وهاي همينة طبعا جزء يعني يحموني لما أطلع للمطعم. في حقيقة الأمر هم يلحقوني على مود يغرموني، لا حماية ولا شيء. والله مطعم رهيب مال كوفي اسمه كريزي كوفي، اليوم دا أجربه. هاي أبسط دليل قدامكم مش قد أنا أشرب كوفي وأشياء حارة. شوف الشرطة هنا عندهم هاي السيارة مكتوب عليها kids and cops، يعني الشرطة والأطفال أو الأطفال والشرطة. فهاي المنطقة أصدقائي يسموها Fort Bend County أو مقاطعة Fort Bend. هاي هنا المحكمة اللي يسوون بيها طلاقات، يحاكموك بيها بالcriminals، أشياء إجرامية مثلا، عندك تيكتات مثلا هم يعني يسوي لك محكمة عليها. هنا أكو شرطة يتدربون، أكو سجن، ومرات المساجين تلقاهم هنا دي يقصون الحشيش، هنا المساجين طالعين. بس حسب اللي فاهمه انه يلبسون فتشي على رجلهم بحيث يتبعوهم انه ما ينهزمون المساجين، وحتى يكونوا لابسين ملابس يعني برتقالي على ابيض. ودا نحكي على الشرطه هوايه هالفتره، وهذا الشرطي الزين كمشني الكمشه الزينه. خليني ساكت لحد ما راح يجي. حكيت له الحقيقه وكل شيء وكنت وياه زين والحمد لله، اعطاني بس وارنينج هم زين ما غرمني. والله خفت خوفه مو طبيعيه، اعطاني بس وارنينج الحمد لله، وما تشيك الانشورنس الحمد لله، لان السياره ما بيها انشورنس. الشغله الثانيه انا اعترفت له، حكيت له حقيقة بكل هدوء بكل بساطة بكل أخلاق، قلت له أنا فرحان. فلذلك كانت داحكي أمي على التليفون، قال لي أنا شفتك دا تعبر السرعة المحددة، لأن هاي منطقة مدارس فما يصير تعبر العشرين، شفتك انت عبارتني. قلت له أنا كنت فرحان دا أبشر أمي إنه أنا ماما نجحت بالمحكمة الحمد لله، وما حد قدر يأذيني. الظالمين والناس الكذابين دائما لهم حد، دائما ما حد يقدر يأذيك بهذه الحياة. فهاي هي لما أنت تحكي الحقيقة ولما تتعامل ويا الناس بأخلاق واحترام، حتى الشرطي ما غرمني. قال لي أنت قاعد على التليفون والشغلة الثانية عابر السرعة، غرمتين هذه. قلت له يا معود توني طالع من الكورت. هاي عدة ثواني لما أنت تحكي ويا الشرطي لما يوقفك هاي جدا مهمة. فحتى قلت له أنا راجع الدرس وراي طريق، على مدى فهمه إنه أنا تعبان وطالع من كورت ودا أفرح أمي بالتليفون، فهو افتهم الوضع. والله كان خوش شرطي حباب كلش، رجال كبير. هاي هنا اثنين شرطة موقفين فد واحد، شنو القصة؟ شوف الداون تاون كلها مغطاية بالغيوم، قد احب التسلايات اني على الواع عندي بس واحدة بس واحدة، وهاي تصير عائلية واغلى، وهاي الرخيصة بيسك، هاي بال 30,000 دولار 25,000 دولار. هذه هي اكبر شركة مال تسلا هنا، يعني هي الشركة الام يمكن. فخلينا نشوف ايش قد سعر البيسك، وخل اراويكم ايش قد سعر هذه. بس تدوسون تفتح فتشي فتشي، حتى التاير كبرى. فهاي الاس يو في كبيره، ما كنت اعرف هالقد كبيره. دا اصور لكم بهاي الطريقه حتى اراويكم ايش قد كبيره. فهاي سيداتي سادتي هي سيارات المستقبل. شوفوا السقف مالتها عبالك كونفورتبل، هواي كاميرات بها على الجوانب، لما تلوف تفتح لتوسع يعني فوق الثمان اشخاص تخيلوا. هاي البيسك سعرها 35,000 دولار اقل شيء. فهاي على اساس البيسك يسموها الموديل 3. فهاي شلون الكورولا مال شركه تويوتا، هاي مال شركه تسلا. اما هاي يبدي سعرها من 75,000 دولار. بالنسبه للسياره يبدي سعرها من هذا السعر اللي قلت لكم عليه، ويزيد حسب المواصفات اللي انت تقدر تضيفها، تقدر انت تسوي بيها ديتيلز خاصه بك. حتى عندهم الكوفي الخاصه بيهم، قسم الصيانه مالتهم بحده فتشي. تسلا قطعها جدا غاليه، فانصحكم ما تشتروا لكم واحده مدعومه، جدا جدا غاليه القطع مالتها. وهاي جديده من شركه تسلا، قاموا يصممون. شوفوا هذا جهاز تحطه قدام البيت وراها يعطيك طاقة نقية، ما ادري من الشمس ما ادري شنو القصة مالته. اعتقد هاي في حال انقطع الكهرباء عن بيتك اكو هاي الموجودة. هاي اكثرها من كاليفورنيا، فالظاهر الشركة الام من كاليفورنيا. اكو شركة لامبورغيني، بورش، جاكوار، هنا كلهم مصور لكم اياها انا قبل حتى هاي الشركة. بس اكو شركة كورفت، وانا ايضا من محبين سيارات الكورفت للعلم، كسيارة سباق فاني احترمها واحبها. والله حلوة هاي الغاز ستيشن، اول مرة اشوف غاز ستيشن بها مقاعد تاكل بها. دائما اغسل ايدي انشفها بالكلينس وراها بالزبل. هاي انواع التاكوز اللي تقدر تطلبها، الوحده تقريبا دولارين ونص تطلع. طلبت الاثنين دجاج وواحده لحم. فبامريكا الغاز ستيشنز تقدر تشتري منها كل شيء. يلا نشوف الكورفتات، شوفوا هاي الكورفت القديمه طالعه لي فوق طايره. فعاجبني كلش اشوف انواع واسعار الكورفت الجديدات من الشركه. فدخلت المحل
وشفت هاي السيارة مكتوب عليها سولد، قلت له ليش بعتوها؟ كان يقول لي إذا تعطينا فلوس أكثر أعطيك إياها. الله وكيلكم يجوز أحسن من لامبورغيني، يعني إيش تفرق؟ في كورفيتات كل السنين وكل الأشكال موجودة، فهاي الكورفيتاي أريد أعرف شنو اسمها شنو نوعها، صراحة كلش غالية بس أعتقد تستحق السعر. قلت لكم عبالك لامبورغيني دا أشوف. يا أبويا شوفوا يعني فتشي صدق فتشي، اسمها زيت R1 6.2 حجم المحرك، هذا هو الداخل مال معظم الكورفيتات، هاي 2015 ومستعملة وب 60,000 دولار، عندكم هذا الشكل إلى حد 2007 حسب اللي عرفه. فهي يا أصدقائي سيارة أمريكية بالأصل شفروليت، وهاي حطيكم نظرة اللخ على كل السيارات الكورفيتات الأنواع الموجودة هنا. هاي 2016 ماشي 5000 مايل، يعني وقت الجديدة سعرها 46,000. هاي الداخل مال كورفيت القديمة كلش، هاي هيك كان شكلها قديما، شوفوا كلش قديمة هاي، وأعتقد هي نفس سيارة النمر المقنع الكرتون القديم كنا نتفرجه. وهذه هم قديمة وهذه بعد أقدم منهم، هاي كورفيت حيل قديمة وكونفورتبل كشف بالنسبة لديك الأزمنة القديمة أيام جدي وجدكم، يعني هاي كل كانت فتشي ومن الداخل تعتبر رائعة. شوفوا بساطة المرايات بذاك الوقت كانها مال الحمرة مال النسوان، وحسب اللي عرفها هاي القديمات اللايتات هي تنفتح من بعدها، أجنحة مال كورفيت، ويلات مال كورفيت، كاربيتات، إير إنتيك، الكاب هولدرز، باختصار المحل كله خاص فقط بسيارات الكورفيت. العلامة مال كورفيت بعدها $80، تخيلوا هاي البرتقالية من فد عالم ثاني. هواية محلات بأمريكا هيك يسوون، يحطون سيارة حقيقية لي فوق. أما هنا سيارات الكاديلاك لعشاق الكاديلاك الأمريكي، شركة ماكلارين هم هنا موجودة، هيات ماكلارين كامارو كلها شركات موجودة هنا، وأقوى مستشفيات بالعالم أيضا متجمعة بهيوستن موجودة سوية، يجولها من كافة أنحاء العالم. جزاك شركة تحط لك بس شارجرات هم هنا مثلا. شوفوا هذا الطريق السري راح يختصر لي يمكن نص ساعة، لأن هذاك الطريق مسوين به حادث الحلوين. شوفوا الطرق كلها خضرة جميلة جدا، هذه الشوارع في أمريكا أو في تكساس. هذا قبل شوية لافلوفة مو طبيعية والله، يمكن السيارات كلها رادت توقع كلها تزت هيك راح بوف شكل مو طبيعي. طبعا هاي الأجواء أنا عشقها، أقعد أدعي بيها وكلها تتحقق الأدعية بإذن الله. أترك الدنيا وإليك أبطالك، يغوى عيون وبدونك ما أشوف. هاي سيارات شرطة كلها مال جامعة، والنص الثاني سيكيورتي شرطة حقيقيين يعني. سنجوب دخلنا أنا السنجوب رأسا. فهي جيت الجامعتي القديمة اللي هي أول جامعة بأول منطقة عشنا بيها بأمريكا، وأنا حظي كلش حلو، كل ما أجي للجامعة وأفكر إنه أريد أشتغل لو يدق الجرس، لو انه هو اليوم سبت او احد انه ما حد يداوم اصلا، ماكو شغل اصلا، ماكو احد احكيها بالجامعة، فاني حظي يخبل لما اريد اشتغل لما اريد اسوي فتشي مهم بحياتي يطلع الوقت الغلط. اليوم راح اسوي لكم مقارنة بين سيارة الفي 6 كونفورتبل اللي انا بيها وهذه الجي تي. اليوم يا اصدقائي راح اسوي لكم مقارنة فقط للاكزوست مال الفي 6 الكونفورتبل مالتي والجي تي ايضا مالتنا. فهاي المفتاحين عندي، خلينا نسمع صوت الفي 6. هذا صوتها، هسه نسدها، سديناها، هسه الجي تي بسم الله. واو طالعين رحلة تصوير طبعا احنا اليوم، فيا قلت اخذ الاثنين ماستانجز وناخذ بيهم صور حلوة ان شاء الله. ما ادري اذا مبين وياكم بس هذا واحد من الستايلات هناك، هسه نكمل الصور تلقوها دائما على الانستغرام نازلات، ولذلك دائما اقول لكم وقفوا الفيديو وتابعوني على الانستغرام او كتبوا هناك عمر زكي او عمر دوت زكي بالانجليزي وراح تلقوني وحتشوفون صور تخبل. اوكي هسه حاليا راح اجرب التفحيط في الموستنج الجي تي، خلينا نشوف شلون تفحيطها.
وشين. شو رايك اي ولا دعست على الفن؟ بسرعه واسمع وظلك رايح. سعد ربك ما احلاك. ولك شو هالدخان، اهرب يا معلم، الحق وراي بسرعه. اللهم سترك، والله المكان صار اسود. اوف شنو هالدويره هاي. واو ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يستر. هاي هسه شو اسمه زيتونه وراي بالسياره الثانيه. بسم الله، اكيد الشرطه هسه راح يجون راسا، مركز الشرطه كلش قريب من هنا. ودهك مدى اصدق ولا كنت تعرف انه هيك هاي الماستنجاية بالتفحيط هيك قويه. اول مره بحياتي اجرب تجربه تفحيط، يعني مدى استوعب اني شلون هيك تفحطت قوي، شلون هيك قويه، شلون هيك التفحيط بها حلو. كنت تعرف انه الماستنجاية بالتفحيط ملكه التفحيط، ما يحتاج، لان اصلا هي تتزحلق من بعدها بشكل مو طبيعي اساسا. مخالفة التفحيط اللي شفتوه بأمريكا جدا كبيرة، وحجز سيارة وسوالف مو طبيعية. بس أصلا أنا ما كنت أعرف هيك راح تفحط، ما أعرف، أبالي حتكون فتشي خفيف. وتونست بيها وسويتها مرت اللخ هاي التفحيطة، خلي أنا سويتها كلش خطر، راح حد يجربه والله يستر. ورايح أبركن السيارة بأسرع ما عندي. وهاي رجعناهم الحلوات اثنيناتهم، طبعا ما مغسولات ولذلك الصور ما راح تطلع فتشي انكريدبل، بس هم نظيفات. بنفس الوقت المكان الآني فحطت بيه ترى مكان صغير، لو عندي مكان أوسع ولو أنا ما خايف من الشرطة ولو الصوت والريحة والحرق والدخان كان أخف وإلى آخره، كان يعني طبعا أقدر أخذ راحتي وأفحط بشكل أفضل بمليون مرة. بس هذا اللي قدرت عليه خلال ثواني وشي على السريع، فشي كلش على السريع، مجرد انا وانت تونسون بي. وانا هم كتجربه الي هاي اول مره بحياتي افحط بالجي تي. والى هنا اصدقائي كانت نهايه هذا الفلوج، مستمرين ونحو الافضل. اسعد نفسك بنفسك، دا اصور بالتليفون، كل شيء اسفل الفيديو. لا تنسون دوسوا على الرابط مال الفيسبوك، تعالوا نلعب سويا، سووا لايك للبيج حتى لما العب راح يجيكم اشعار، لان يوميا انا دا افتح بثوث ويوميا دا نلعب سويا ويوميا دا اتونس كلش وياكم. فاريد انه كلنا نتونس، ما يبقى اي احد من اخوان عمر زكي الا ولاعب وياي ببجي، او الا ومسالف مسولف وياي او مسولف وياه او كاتله باللعبه او كاتلني باللعبه. المهم كل شيء اسفل الفلوج، مستمرون نحو الافضل. اسعد نفسك من نفسك، دمتم في امان الله، اشوفكم على خير، وشوفوا الفلوجات اللي فاتت مال جيتي، وانتظروا الفلوجات الجايه لان اقوى واحلى ان شاء الله. مع السلامه.